Hello everyone, it's me again, Mr. Qasra with a new video. أهلا بكم طلاب وطالبات الثالث الأحبة في درس جديد راح يكون للصف الثالث المتوسط من مادة اللغة الإنجليزية. درسنا راح يكون اليوم Unit 1 Lesson 3. أول قطعة من قطع الكتاب المطلوبة بالامتحان الوزاري هي The Panther 3.0D. طبعا للاختصار نقرأها 3OD. هذه هي أول قطعة من القطع المطلوبة مثل ما ذكرت قبل قليل. راح نقرأ القصة بتفاصيلها وراح نعرف الأسئلة المطلوبة منها. طبعا أهم نقطة بالقطعة هو فهم كل التفاصيل، لازم تفهمون كل تفاصيل القطعة حتى تكونون قادرين على الإجابة على أي سؤال يخصها. بس طبعا of course in the beginning we need to have a look at the vocabulary، المفردات. المفردات طبعا وهي يجب أن تحفظ لأن مهمة جدا حفظها، راح يسهل علينا دراسة القطعة بشكل كلش كبير. So let's get started. Engine، هذه هو الانجن. This is engine، معناها محرك. Engine، طبعا من نقرأ الكلمة أفضل وأنت قاعد تتفرج الفيديو تقرأها وياي حتى تعرف لفظها الصحيح. shape، شكل. هذه أشكال shapes، ممكن أكو circle، triangle، rectangle إلى آخره. shape ممكن مو خاص فقط في الأشكال الهندسية، مثلا أكو شعر يكون شكله straight سرح، وأكو شعر يكون مثلا curly شوية مجعد أو ملتوي. فكلمة shape معناها شكل. electric seats، electric كهربائي، seats مقاعد، مقاعد كهربائية. electric seats. electric windows، شبابيك كهربائية. electric windows. built in، شوفوا الشاشة هذه مدمجة مع الكرسي، هذا الseat. built in معناها مدمج. built in. GPS، نظام تحديد المواقع. This is GPS. sunroof، sunroof، فتحة السقف بالسيارة يسموها sunroof. tinted windows، windows شبابيك. tinted يعني مظللة. tinted windows. CD player، player معناها لاعب، هنا أنا جاي معناها مشغل. مشغل أقراص CD، CD player. seat، seat معناها مقعد للجلوس. seat. لاحظوا وياي هذا تقسيم المقاعد بسيارة البانثر مثل ما حنشوف بعد قليل. front seats، front seats مقاعد أمامية. front seats، seats. middle seats، middle seats مقاعد وسطية. back seats مقاعد الخلفية. front أمامي، middle وسط، back خلفي. this is the driver، driver سائق. passengers اللي ويا السائق يسموهم passengers، ركاب. passengers. safety هي الأمان، safety. أما safe معناها آمن أو بأمان. space هو الفراغ أو الحيز. space طبعا أكيد لها معنى مهم جدا وهو الفضاء. space فضاء أو فراغ أو حيز. لاحظوا الحيز شقده بين هذول الناس. warranty، warranty إيش تعني warranty؟ تعني ضمان. warranty. airbags، airbags متكونة من air هواء، bags كيس أو حقيبة. airbags يعني وسائد هوائية.
هسه رح نبدأ بقراءة القطعة وترجمتها. سيارة السنة Car of the Year هو اسم القطعة. Car of the Year سيارة السنة. اسم السيارة The Panther 3OD. هذا أصلا هو مو O هو 0 بس نقدر نقرأ 3OD، لأن أحيانا نقدر نقرأ 0 ك O لأنه يشبه حرف ال O. Okay, let's start reading now. I am here, أنا هنا, at one of Baghdad's motor shows, في واحدة من عروض أو معارض السيارات في بغداد. And the car everyone is talking about, والسيارة التي يتحدث عنها الجميع, is the Panther 3OD. هي سيارة البانثر 3OD. The new Panther, سيارة البانثر الجديدة, is car of the year. هي سيارة السنة. And it's fantastic. وهي رائعة. It's a car everyone wants to come and see. إنها سيارة يريد الجميع القدوم ورؤيتها. Some people, بعض الناس, just stand and gaze at its beautiful shape. بعض الناس فقط يقفون وينظرون إلى شكلها الجميل. Others, آخرون, عدا ذول الناس, want to sit in the driver's seat. يريدون الجلوس في مقعد السائق and dream, وأن يحلموا. Some young men, بعض الشباب, are more interested, مهتمون أو محبون أكثر, in the engine. Interested in, يعني مهتم أو محب لي, the engine, المحرك. And what a great engine, ويا له من محرك رائع. It's beautifully made, إنه مصنوع بشكل جميل. And it looks like an engine, ويبدو كمحرك, from a much more expensive car. يبدو كمحرك لسيارة أغلى بكثير. Even the very young are interested. حتى الصغار جدا مهتمون. Children sit in the back. الأطفال يجلسون في الخلف. And try the electric seats and windows. ويجربون الشبابيك أو المقاعد الكهربائية والشبابيك الكهربائية. Their older brothers and sisters. أما أشقاؤهم الأكبر سنا أو شقيقاتهم الأكبر سنا. Play with the built-in video game player. يلعبون بالفيديو game player المدمج. اللي هو مشغل الألعاب المدمج. These are standard features. هذه مواصفات قياسية. For all models. لكل الموديلات. هذه بدنا نحكي عنها اللي هي electric seats, electric windows, built-in video game player. Other standard features are مواصفات أخرى قياسية تتضمن GPS نظام تحديد المواقع, the sunroof فتحة السقف, tinted windows الشبابيك الكهربائية عفوا المظللة, and a fantastic CD player ومشغل أقراص CD رائع. هذا يشيش مثلا standard features مواصفات قياسية. Standard يعني شيء قياسي. Features مواصفات. Switch on the engine and it runs so quietly. شغل المحرك وسترى أنه السيارة تعمل بشكل هادئ. Quietly. Try all the extras. جرب كل الإضافات. Extras إضافات. And they really are fun. وهذه الإضافات كلها ممتعة جدا. But there's more. ولكن هنالك المزيد. There is lots of space inside. There is, أخذناها بالدرس الأول بمعنى يوجد. Lots of, معنى الكثير من, space, الحيز أو الفراغ, inside, في داخل السيارة. The Panther 3OD has seats, الPanther 3OD فيها مقاعد, for 8 people, لثمانية أشخاص. 2 in the front, مقعدين في الأمام. 3 in the middle, ثلاثة في الوسط, and 3 in the back, وثلاثة في الخلف. And there is space for all their backs. ويوجد مجال لكل حقائبهم. It looks very expensive. تبدو البانثر 3OD ظاهريا غالية جدا. Looks معناها تبدو, يعني من شكلها تبدو غالية.
But the Panther 3OD is actually quite cheap. Actually يعني في الحقيقة. لكن البانثر في الحقيقة نوعا ما رخيصة. Quite cheap. Quite. See? هذه نلفظها quite. بمعنى إلى حد ما. أو نوعا ما تعتبر رخيصة. And you don't need a lot of money. لا تحتاج الكثير من المال to run this car. حتى تشغل هذه السيارة. It does 12 kilometers. إنها تمشي 12 كيلومتر to the liter. لللتر الواحد. يعني إذا تخلي بها لتر راح تمشيك 12. طبعا احنا ما أكيد ما راح نخلي لتر. بس المعدل إنه لكل لتر السيارة تمشي 12 كيلومتر. And has a 4-year warranty. وفيها ضمان 4 سنوات. But there's something even more important. ولكن هناك شيء آخر أكثر أهمية. This is a really safe car. Safe car يعني سيارة آمنة. Really يعني جدا. إذن البانثر جدا آمنة. You don't have to worry. لا داعي للقلق. لا داعي أن تقلق. In an accident. Accident. حادث. There are airbags. هناك وسائد هوائية. For the driver and passengers. للسائق والركاب. And many other safety features. ومواصفات أمان أخرى كثيرة. لهنا انتهت القطعة. الآن راح نتناول أبرز الأسئلة المطلوبة منكم. Question 1. The car of the year and the car everyone is talking about is the Panther 3OD. سيارة السنة والتي يتحدث بها الجميع هي البانثر 3OD. هذا سؤال وزاري. شنو مطلوب؟ True or false؟ صح أم خطأ؟ The answer is true. صحيح. Question 2. True or false? Some young men are not very interested in its engine. بعض الشباب ليسوا مهتمين أو محبين للمحرك. لمحرك البانثر. The answer is false. خطأ. Question 3. There is lots of space inside Panther 3OD. هذه طبعا كلها أسئلة وزارية. يوجد الكثير من المجال أو الفراغ أو الحيز في داخل سيارة البانثر. The answer is true. صحيح. 4. The Panther has seats for 6 people. هذا السؤال يقول سيارة البانثر بها مقاعد لستة أشخاص. And it's false. وهذا خطأ. The Panther is actually very expensive. سيارة البانثر actually في الحقيقة very expensive. غالية جدا. The answer is false. خطأ. هي تبدو غالية ولكنها ليست غالية. Question 6. The Panther has no standard features. البانثر ليس فيها مواصفات قياسية. احنا ذكرنا بعضها already. So the answer is false. خطأ. معناها البانثر فيها مواصفات قياسية. Now, the Panther 3OD is a really safe car. سيارة آمنة جدا. There are airbags for the driver and other safety features. يوجد airbags للسائق ومواصفات أخرى. أمان. يعني مواصفات أمان أخرى. كل اللي يذكر صحيح. True. Question 8. What's the name of the car everyone is talking about? هذا أيضا سؤال وزاري آخر. شو اسم السيارة اللي الكل يتحدث عنها؟ The answer is the Panther 3OD. Question 9. What does the Panther 3OD do to the liter? كم تسير البانثر لللتر الواحد؟ The answer is 12 kilometers. طبعا نقدر نختصر 12 ونكتب وياها KM. KM. Question 10. The Panther has seats for 7 or 8 or 6 people. هذا اختيارات. البانثر بها مقاعد لسبع أشخاص لو ثمانية لو ستة. The answer is, of course, 8 لثمانية أشخاص. Question 11. How many seats, كم مقعد, does the Panther 3OD have? كم مقعد البانثر كم مقعد في البانثر 3OD؟ طبعا السؤال جاي بأكثر من صيغة وهو دائما 8.
Question 12. Children are interested in the Panther 3OD. الأطفال محبين للPanther 3OD. And they sit in the back ويجلسون في الخلف and try the electric seats and windows. هذا الكلام فعلا مذكور في القصة إذن هو true. Question 13. Why is the Panther 3OD a really safe car? ليش تعتبر البانثر سيارة آمنة جدا؟ هذا سؤال مهم ووزاري أكثر من مرة جاي. The answer is because there are airbags لأنه توجد. هاي كلمة مهمة. كلمة there مهمة لأنه يوجد airbags for the driver and passengers للسائق والركاب. Question 14. The Panther 3OD looks very expensive. سيارة البانثر شكلها أو تبدو غالية جدا. The answer is true. Question 15. What standard features does the Panther 3OD have? شنو المواصفات القياسية اللي بالPanther 3OD؟ راح نعدد بعضها. GPS, sunroof, tinted windows, and a fantastic CD player. Question 16. The Panther 3OD has warranty for 3, 4, 8 years. سيارة البانثر بها ضمان لثلاث لو أربع لو ثماني سنوات. The answer is 4. That's all for today's lecture. هذا كل شيء لحلقة اليوم The Panther 3OD. Thanks for watching Mr. Qaswar Falah.